انا جمعكم النهارده عشان نعرف راسنا من رجلين، واللي ليه حق ياخده. حق ايه يا ام حق؟ الارض يا نجيبه اللي ابوكي واخواتك حطوا يدهم عليها وما دفعوش ايجارها لحد دلوك. ايوه ده مالنا ومال ابونا الله يرحم، ولا ممكن نفرط وفي واصل. ايوه ومالنا ومال جوزنا الله يرحم. بصراحه حكمه بتتكلم صح. الهي يبارك لك يا حكمه، والله من غيرك ما كناش عارفين هنعملوا ايه. واه 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 واه، انتوا هتعوموا على عمها ولا ايه؟ وما يعوموش على عم ليه؟ وانا بتكلم غلط ولا بتكلم غلط يا اختي؟ ومالك كده نفشه ريشك وعامله فيها ليمونه في بلد قرفانه؟ عشان بتكلم في الحج، واللي ليه حج عينه غليظه. توحدوا له يا جماعه، ما يصحش كده، ده احنا اهلي برضه. اسكت انت يا دكتور البهايم، مالكش صالح بحديث الحريم. اديني سكتها، انتوا حرين. حسك عالي ولسك بتتكلمي؟ وما يعلاش ليه؟ وانت احسن مني ولا احسن مني؟ انا هنا من بيتك كبير وعصبي بطاش زيه، يعني من النهارده الكلمه لازم أن تكون كلمتي، والزمن اللي فات ولا ومات. عندك حق، لكن من السعاده كلنا ولاد تسعة. الله ينور عليك يا حكمت. شديد اكتمنت اتكتمتها. وعشان كده لو ابوكي واخواتك ما دفعوش الايجار هيشوفوا مني اللي عمرهم ما شافوه. هتعملي ايه يا حكمت؟ هخلي عمي يصدق بيه يشوف شغله معاكم ويمشيكم على عجين ما تخربطوهوش. ده كده احلوت قوي. اقفل خشمك يا فرج، هو انت لازم تسمع لك كلمتين زي اللي جابلك؟ حاضر يا ست وداد، هقفل خشم اهو، ده انتوا اللي داخل بناتكم مفقود. بص يا حكمت، اعلى ما في خيلك اركبيه، وان كان في مركب الجلع حليه، وبجي وريني هتعملي ايه. اللي بيقول هعمل ما بيعملش، بكره تشوف اللي قدامك دي هتعمل ايه. ماشي، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. صح، والشاطر اللي يضحك في الاخر، وانا ها وانت ها. قال يا ست المقدم، زي ما بيقولوا حدانا في الصعيد، اول الرقصه حنجله من النسر اللي معلقه على كتافك، حخليه ينهش بقلبك نهش، وقول لك تار منصور الكبير وما راحش. مالك يا سيدي الناس سرحان في ايه؟ ده انت المفروض تفرح فرحه كبيره النهارده. قصدك عشان ود الهلال؟ ايه طار عنده حق يا سيد، الفرحه بقالها زمان ما صارتناش. معاكم حق، لو ما فرحناش النهارده هنفرحوا ميته. طب ايه رايك نحتفل ونجيب تورتايه كبيره؟ تورتايه؟ والله ما عرفت تقول تورتايه يا ابن بتع الكتعه. لا عجل، ولا اقول لكم ثلاث عجول نذبحوهم ونفرقوا لحمهم على الغلابه ونرمي دمهم لقروش البحر، ونوعدوهم ان المره الجايه مش حيجتمعوا على دم عجل، دول حيجتمعوا على دم ود الهلالي. ايوه يا سيدياب، بس ثلاث عجول كتير وعجل واحد برضه كتير. انا رايي نرجع لفكره وهدان ونجيب طرطايه بس تكون صغيره. لا انا قلت ثلاث عجول يعني ثلاث عجول. ايوه يا سيدياب، بس ده احنا بنقول يا حيطه دارينا، وهنلاقي فين حيطه دارينا في الهو اللي احنا فيه ده؟ بتقول ايه انت وهو؟ انا ما فاهمش حاجه. انطقوا. ما فيش اخرس اخرس يا وهدان، انا قلت لك 100 مره ما تقولوش ان ما فيش فلوس. ما فيش فلوس؟ هي حكمه ما بعتش معاك فلوس يا طاهر؟ منين يا سيدي الناس؟ ما خلاص الترعة جفت وبانت ضفادعها، والست حكمة ما بقاش حيلتها حاجة من ساعة ما الكبير مات الله يرحمه. ومين اللي كان يصرف عليا المدة دي كلها؟ انطقوا! اللي بيصرف اخرس يا وهدان. ايه هو اني فيه فرق بيني وبين سيد ياب؟ ده اني لحم كتافي من خيره. ايه الكلام ده يا وهدان؟ اتفضل احكي احكي وارغي. دي الحقيقة يا سيد، طاهر هو اللي بيصرف علينا بقاله فترة، بس ما كناش عايزين نقوله لك. ها
يحملوني الوحده دلوقتي. اتقلبوا. دايما كاسر فرح ابنك، مفيش فوله بتتبل في بوقك. قدام يا نجيب، ده الدم عمره ما يبقى مية. قصدك ايه هاد؟ قصدها انك تخفي علينا شوية انت وابوكي واخواتك، لحسن احنا خلاص هنطق. ما تطق ولا اعلى مفخلكم اركبوا. وليك ده بس يا بنت الناس؟ ده احنا مهما كان بنات عم ولا ممكن ناكله في بعضك. ده بدل ما توقفي في ظهرنا. وبعدين احنا بنطالب بحق ابونا واخواتنا في الارض، ما احناش طالبين منيكم حسنة. وانا ايه دخلني؟ روحوا لابويا وقولوا له. ما انت عارفة اننا بعتنا رجالتنا ورجعوا جفاهم يجمر عيش. رجالتكم؟ رجالتكم لا بتهش ولا بتنش، وانا ذنبي ايه هاد؟ وبعدها لك يا نجيب اتحشمي. انا قول اللي انا عاوزاه، واللي مش عاجبه هنا الباب يفوت جمل. يا موري انت بتطردينا من بيت ابونا؟ قلت لكم سيبكم منيه، ما هو الخسيس لما يتحكم يفجر. اخرسي قطع لسانك. لسه برضه شرك فاير. بس مش عليا يا بنت علام. عليكي وعلى اللي تشدد لك يا حكمت، وان ما عدلتيش حالك المايل ده هعدله. طب ما توريني كده يا بنت علام، ولا تحب اوريك اني؟ واه، جبت منين قسوه القلب دي كلها يا نجيبه؟ هي ما تحت السواهي دواهي. الله يرحم لما كنت زي القطه انت واهلك كلهم. اخرسي قطع لسانك انت وهي، واللي هسمع لاحظ هقطعه. ربنا يريحني منيكم. وبعدين يا حكمت هنعملوا ايه في البلوداي؟ بزياده كده كلنا طفح وما بدهاش عاد. دي نصيبك يا نايس. تسلمي لي يا غالية. ودي نصيبك يا نجيبي. انت بتسويني بيهم يا حكمت. وبعدين فين حساب منصور الصغير؟ لو دققتي في الفلوس اللي في يدك هتلاقيني مدياكي حاجة تالت ومتلت. وش معنى انت توزع الإيجار؟ لأن هي اللي تشمللت وجبته يا معدولة. ها أبويا الذهب خاطره يا معوجة. لا غصب عني، مجبور يعني. أبويا أنا مجبور؟ إيه، عمي صادق بيحفظ القاعدة على دماغه لحد ما خلاه يدفع الإيجار غصب عني. ربنا يخليكي لينا يا حكمة، تعيشي يا مرت أخويا أصيلة. جت منك يا غالية وما جتش من القريب. كله بيعمل بأصله. قصدك إيه؟ جرى يا مرة، وأنا كلمتك ولا أنت اللي على راسك باطحة؟ جرى ايه يا نجيبة؟ ما تسيبينا نفرحوا شوية. مش كفاية نكدتوا علينا انتي وابوك واخواتك قبل سابق؟ الله ما يرجعها ايام. ربنا يخليك لينا يا صادق بيه. لو مش لادد عليكي خش اوضتك يا نجيبة وسيبينا نفرحوا شوية. واه 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 واه, واه. كلكم بقيت ربطية علي؟ ماشي. ان شاء الله مش هتلحق تفرح يا بنت الطراشنة. أني طالع. انا طالعه اوضتي. واه، ما انت قاعده معانا. ها لسه بدري. تعبانه وعايزه اريح جدتي شويه. عن اذنكم. اذنك معاكي يا حبيبتي. تصبحوا على خير. وانت الاهل الخير. عيني عليك يا نجيبه. قلجت الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح. راحت عليك يا نجيبه يا ام الواد. بكره ودي دياب وحكمه ياجي ويقش الكل. سيدياب توحشتني قوي 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 يا سيدياب. وانا كمان.
وحشتك. كيفك؟ وكيف ولدي؟ بخير يا سيدي طول ما انت بخير. المهم دلوك أراضيك فين؟ عمل زي الطير المهاجر، كل ليلة ببياتي، كل بياتي بليلة، عمال ألف وأدور في بحري مالوش أول ولا آخر. يا حكمت إن شاء الله ترسالك على بر يا سيدي، البيت مالوش عازة من غيرك. تعيش يا حكمت. أنا مش مصدق إنك واقف قدامي دلوك. نورت بيتك يا سيدي. المهم أنت بخير؟ بعد يموت الكبير مفيش خير واصل. في مرارة بحلقي، حاسس روحي بتتسلت مني، حاسس الدنيا خرم يبره، شايف شو قدامي واصل. ليه بس يا سيدي؟ معيش فلوس، دي حتى حصلت طاهر يصرف علي. سلامة روحك وقلبك يا سيدي، وما تشيلش هام، واصل الخير كتير والحمد لله. خد دولي. جبت الفلوس دي منين يا حكمت؟ اوعاك تكوني بعتي. لا بعت ولا اشتريت يا سيدياب. عمك وعياله ما رديوش يدوني ايجار الارض، شيعت لهم عمي صادق بيه، هو اللي جاب لي الفلوس مني. خدهم يا سيدياب، خدهم، دي نصيبك من ايجار ارض ابوك الله يرحمه. ربنا ما يحرمنيش منك واصل، وخليك لي يا ام منصور. وعمي الخسيس ده ليه حساب تاني معاه. سيبك من كلام ده دلوقتي. المهم أنا توحشتك قوي قوي يا سيدي. أيوة حاضر حاضر جاية. ها في حد عندك يا حكمت؟ حد؟ حد زي مين؟ أمال إيه الصوت الخشن اللي سمعناه ده؟ قصدك إيه يا نجيب؟ هيجي منين الصوت الخشن؟ أيوة صح، إيه اللي هيجيب راجل هنا؟ أي قالت لك ها؟ عن إذنك ومعاد تعبان وعايزة أريح جدتي شوية. إذنك معاكي يا غالية. يلا يا أختي مشي. خدي يا حكمت، ما فيش وقت. اهدول مفاتيح مخزن السلاح، ابوي ادالي النسخة دي في اخر نوبة جانبيه. المفاتيح دول امانة في رقبتك، وطاهر حيكون حلقة الوصل بيني وبينك. حلقة وصل ايه؟ ما فهمتش. المخازن مليانة سلاح على اخره، لازم نتصرفوا بالبضاعة، عاوزين فلوسها قوام. وانا مالي ومال الكلام ده يا سيدي؟ انا مليش خالك يا حكمت، انتي مراتي وسندي وستري علي، ولا ناوي تعمليني عاد. انا فداك يا سيدي، بس انت عارف انا ماليش في الكلام ده. طاهر معاكي حيقول لك على كل حاجه، بس اوعي تعمليه وتخليه يروح المخازن لحاله، ده مهما كان غريب ومش منيني. اللي في المخازن دي مالنا ومال عيالنا، ودي امانه هي حكمت بامنها لك. سيدي الامانه دي تقيله قوي. وانت قدها وقدود، هتوحشك قوي يا خالي. هنقعدوا كتير على الحال دي؟ الصبر يا حبيبي، الصبر لازم نطاطوا للريح شويه بدل ما نعافروا ونتكسروا. ما عاش ولا كان اللي يكسري. كنت عارف انك اصيله من اول يوم شفتك فيه. خلي بالك من ولدي. Thank you.
ايه اللي بتقولوه ده يا فاضل؟ انا برج من نفط حيطير. والنعمة الشريفة هو ده اللي حصل. هو ده الكلام اللي قاله لي المعلم شعلان لما عرضت عليه ان احنا نورط له بضاعه. ومين الناس دول اللي ادوا السلاح؟ هو في حد غيرنا في البر كله بيتاجر في السلاح؟ حاولت افهم منه، ما رضيش يقول لي اي حاجه. اسمع يا طاهر، ايه؟ عاوزك تروح لحكمت وتجرد المخازن مخزن مخزن وسلاح سلاح وما تعوقش، مفهوم؟ مفهوم. ورحمه ابويا لو طلعوا له في دماغي صح ما حاطقهم واصل. انت تعبتي يا ست الناس ولا ايه؟ لا بخير يا طاهر الحمد لله، لكن قلبي متوغوش قوي قوي يا طاهر، دي اول مره اعمل حاجه زي دي. ربنا يجيب العواقب سليمه يا رب. جمدي قلبك امال. ان شاء الله ان شاء الله حنتمم المصلحه على خير. ربنا يسمع منك يا طاهر. بقول لك ايه يا ست الناس؟ خير. واني يعني لما احب اندهلك اقول لك يا ايه؟ قولي يا ام منصور. ان شاء الله حنتمم المصلحة على خير يا ام منصور. يا رب يا طاهر يا رب. على مهلك على مهلك يا ست هجمة. هو ده المخزن؟ ايوه. هو ماله غريب كده؟ على مهلك يا ست الناس. على مهلك على مهلك. هدية يا طاهر؟ تحزني يا مري؟ فين السلاح يا طاهر؟ ده شكله اتسرق. يا شرم حبيبي اشوف هنا؟ شوف. يا ليلة سودة، ده مفيش ولا حتة سلاح وحدي. يا خرب بيتك يا دياب، يا خرب بيتك يا دياب. ما تعمليش في نفسك كده. الحقني يا طاهر. منصور الحقني يا طاهر. شكلي هولد يا طاهر. لا لا ايه ده؟ الحقني يا طاهر. ايه يا ليلة سودة، ده باين انه القرن طش وهتولد الليلة. استرها معايا يا رب. يا طاهر انت متوكد انه واد؟ متوكد انه واد؟ ايوه يا سيدي يا واد، ومنصور كمان وزي القمر شبهك. شبهك الف مبروك يا ابو منصور، يتربى في حسك. يبارك فيك يبارك فيك يا وحدان، يبارك. نفسي نفسي اشوفه، نفسي نفسي اضمه. انا مش عارف اقول لك ايه يا طاهر، مش عارف اقول لك ليه. انت من النهارده دراع يمين. انا ما عملتش حاجه، ده انا ما عملتش غير الواجب، وبعدين انا لحم الدافي من خيرك. بس هو يعني ايه؟ حكمت حصل لها حاجة؟ لا يا ست حكمت بخير والحمد لله، بس فيه مخزن من المخازن اتسرق. تقول ايه؟ أنا رحت أنا والست حكمت أم منصور عشان نجرد المخازن زي ما انت قلت، لقينا مخزن فيهم مسروق. ساعتها هي تعبت وأنا خدتها على المستشفى. عملوها يا العلام، عملوها. معقولة؟ ممكن يكونوا هم؟ محدش غيرهم يستجري يعمل كده. انت انا خبرهم زين. دول يبقوا حفروا قبرهم بيدهم. طاهر تاخد وهدان وتروح على المخازن وكل البضاعة المتبقية تنقلوها للمخزن الاحتياطي. مخزن الاحتياطي؟ ايوه، بس يعني اني ما اعرفش حاجه عن المخزن الاحتياطي ده. وهدان خبره زين. المخزن الاحتياطي ده كنا ندار فيه البضاعه لما الحكومه تشم خبر. خير يا معلم علام، عاوز تجابلني ليه هاد؟ اسمع يا بنت الناس، لساكي نفسه ومش هطول عليكي. هقول لك كلمتين تحطيهم حلقه في ودانك. دياب لو ما رجعش البضاعه المخازن زي ما كانت مش هيحصل. طيب خازن ايه وبضاعتي ايه؟ انا ما خبراش، انت بتتحدث علي. بلاش لف ودوران يا مره. انا ما بعرفش الف وادور، ولما تكون في بيت الكبير لازم تلزم مقامك. الكبير الله يرحمه. دياب دلوك هو الكبير، ولما تكون في بيته وهو في غيابه لازم تعمل له الف حساب. تبين عليك يا حويطة وهتتعبينا معاكي.
وإيه المطلوب مني عاد؟ زي ما أبوي قال لك كده، لو البضاعة ما رجعتش المخازن هنجيبوا عليها وطيها. وأنا دخلي إيه بالحاجات دي؟ وبعدين أنا ما بتحداتش. على آخر الزمن تجي مرة زيكي تتحدى ولاد علام؟ افهموها زي ما تفهموها، وعلى ما في خيلكم اركبوها. كده؟ أيوة كده. ماشي ماشي يا بنت التراشنة. قاعد كده لوحدي فجاه في حياتك شد حيلك. حيلي انقطع وهدان وسندي انكسر. الله يرحمك يا ابويا، وجوده جنبي كان مصبرني على حاجات كتير. حنيته كانت بتقويني على الشرور اللي حوالي. عندك حق، عندك حق. الأب ده نعمة كبيرة قوي، ما يحسش بيها غير اللي انحرم منيها زينا. احنا انحرمنا من حاجات كتير، بس كلكم ودينكم تاني. الله يصبركم. اسمعوا، أنا حقابل عمي طاهر، رتب لي الموضوع. حاضر يا كبير. طاهر، أنت مالك كده من يوم ما رجعت من بلدكم؟ حصلت حاجة؟ تشغلش بالك يا سيد الناس، دي كلها حاجات بسيطة. عاوزين تكبروا على قفاي وانا ساكت؟ والله ما كانش العشب. هو انت كان حد عارف لك طريق جرة اياك؟ اديني جيت اقول لكم انه دياب البطاش لسه عايش ونفسه ما تكتمش في الدنيا. ما عاش ولا كان اللي يكتم نفسك يا ود اخوي، بس انا عاتب عليك. عتبان علي فيه؟ ليه تنقل البضاعة من المخازن من غير ما تدينا خبر؟ طب سطر ادى عليكم بعد ما بعتوا بضاعتي بدون ما تدوني خبر من مخازني. المهم فين بقيت البضاعة دلوقتي؟ البضاعة دي حقي وورثي من ابويا واخويا. وفرض خدت البضاعة يا سيدي، تقدر تقول لي كده هتعمل بيها ايه وانت هربان من الحكومة؟ انما انت لو معانا هنزوجها لك. هنزوجها لك ونحولها لك فلوس صايلة كمان تسندك وقت ازمتك. برافو. برافو عليك يا دمام. بس على شرط. شرط ايه؟ تدوني حقي من البضاعة اللي بعتوها. وماله؟ حقك موجود. 50% من ثمن البيعة تاخدهم على دير مليم. 50% والبضاعة كلها ملكي. ونسيت ثمن التسويق اياك. 50% ثمن التسويق؟ وهي سهلة يا دياب، دي مخاطرة واعرة قوي وانت عارف. ولولا انا كانت بضاعتك في المخازن صدت من زمان. ده اخر كلام؟ ايوه ده اخر كلام يا دياب يا بطاش. ولا ما عجبكش روح دور على حد غيرنا يسوقها لك. بس خلي بالك للهفه منيك وانت هربان من الحكومه ومش داري بحاجه. اعجل يا دياب وفكر في مصلحتك وارضى بنصيبك بدل ما تطولش حاجه. وما تنساش وضعك دلوقتي. لازم تعرف يا دياب انك هربان من حكم الاعدام وما انتش حر نفسك. يعني لو جزفت في لحظه ممكن ينقبض عليك وتخسر كل حاجه. ها قلت ايه؟ ماشي يعني موافق. طاهر المصطهي حيكون حلقة الوصل بيني وبينك، حيقول لكم على كل حاجة وتدوني حقي بعد كل عملية. يبقى اتفقنا يا ود اخوي. اتفقنا. اتفقنا يا عمي. ولا
لو كبرت وبقيت شبه ابوك يا واد يا منصور. احلى ويت يا واد. كده يا واد ما تطلعش شبه امك. انا زعلانه منك يا منصور. مش تبقى شبه امك. ادخل. صباح الخير يا ام منصور. صباح الخير يا منصور. يسعد صباحك يا وداد. طاهر في المندره تحت وعاوز يجيبلك. طب خليكي مع منصور، اوعى تتشاجع عبات ما جيلك. ها صباح الخير يا ام منصور. يسعد صباحك يا طاهر. براوي عليك انك ما عوجتش علي. هو نقدر ده، احنا عندنا حاجات يامه ولازم نوفيه. يا مسهل يا رب. بقول ايه، المفاتيح ها، روح انت وما تعوجش علي. هو انت مش جاي معايا؟ مش هينفع، الواد منصور سخن هبابي ومش هينفع اسيبه واجي معاك. روح انت، الدار امان. يعني هو انت واثقه فيا للدرجه دي؟ طبعا يا طاهر، امال ايه، ده كفايه وقفتك معايا الفتره اللي فاتت، كانت وقفة راجل صح. خدامك يا ام الغالي. تعيش يا طاهر. طب انت مش عايزه مني اي خدمه؟ لا بس روح بسرعه وتعالى اديني المفاتيح. ها، وخلي بالك على نفسك. كله على الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ انت حسام الهلالي؟ اي انا حسام الهلالي. انت مين؟ انت ما تعرفنيش ولا عمرك شفتني قبل كده، لكن انا عارفاك كويس قوي، ومش ههدى ولا يهنالي باش غير لما اخد بطاري منيك. ايه ده اصلا؟ رأست انت وانا اعرفك؟ عمري شفتك قبل كده؟ عايز تعرف انا مين؟ انا حكمت. لا اله الا الله، حصل لنا الرعب يا ست حكمت. ممكن اعرف بقى حكمت مين؟ مرات دياب البطاش اللي قبضت عليه وقتلت ابوه واخوه، قتلت معاه اخوي المحروس وحركت قلبي عليه. انا قمت بواجبي، جوزك واهلك هم اللي غلطانين. بدل ما تيجي تلوميني يا ست حكمت، روحي لومي عليهم ان هم مشوا غلط. عيشتك لغاية دلوقتي هي اللي غلط، بس أنا هصحح الغلط دي وقريب قوي. الله 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 الله، ده أنت جاية فردة قلوعك بقى وبتهدديني. لا أنا جاية برد ناري واتشافى فيك لحد ما يقوني الأوان واخد بتاري منيك وريحهم في قبرهم. جوزك غدر بيا وضربني في ضهري، وأنت بسلامتك جاية تهدديني النهاردة؟ يا سلام، ده انتوا عيلة بجحة بجاحة. واضح ان الخيانة والوساخة والجبن مقصلين في عيلتكم حتى النسوان. اسمعي يا ست انتي، انا لما جيت اواجهكم جيت من وشكم، ما لفتش زي الحية وجيت من ظهركم، علشان انا على حق وانتوا على باطل. قبل حكمت الزيارة انتهت. قوي 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 يا سيدي. وانا كمان اتوحشتك. الله يرحمك يا ابوي، كان نفسه يشوف ولدي وهو راح ما شافش ولدي. حقك علي منصور، سامحني يا ولدي، سيبتك من غير لا ظهري ولا سند. ما تقلقش يا سيدي، انا ظهره وسنده لحد ما ربنا يلم شملنا من تاني. جدها وجدود يا حاج. وعشان تعرف اني جده وانك اتجوزت مره بميت راجل، انا كلمت ابو لغم عشان ما يقتل الواد الهلالي، ورحت له واتشمت فيه كمان. رحت لمين؟ واد الهلالي. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ كيف تروحي لي وتخليه يعرف شكلك وفصلك وصلك؟ غصب عني يا سيدياب، نار الطار كانت جايدة جواي، ما فشيتش غلي غير لما رحت له في حبسته وتشمدت فيه كمان. وبعدين ما يعرف شكلي، ما هو ميت ميت.
اللي عملتيه ده أكبر غلط وكفاية لحد كده. يعني إيه؟ يعني تطلع برا الموضوع، ده تاري وأنا اللي كفيل أخده. واه، تنسيت إنه قتل محروس أخوي؟ يعني طار أنا كمان ولا يمكن أهم الواصل؟ كفاية لحد كده. ووعاكي أسمع إنك هوبتي ناحيته تالي، فاهمة ولا لا؟ فاهمة، فاهمة يا سيديال. إلا بالحق أنا جبت لك نصيبك من إيراد البضاعة. الله يرحم اللي راحوا، الكلاب ما كانوش يستجروا يعملوا كده قبل سابك. انسى انسى يا سيدياب. المهم شفت الواد منصور بيجي شبهك صح صح. جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا كبير، بس انا عاوز اسال، احنا هنقعد هنا كتير؟ شكلها كده لما اشوف اخرتها مع عمي وعيالي. ايه ده؟ هما لسه عاوزين ال 40% عموله برضك؟ ما قدمناش حل غير كده. انا عارف انه طماع بيستغل وضعي، بس نعمله ايه؟ طالما الواحد مكسور لازم نطاطه ونرضى بالموجود. صح، والله يسامح عمك وعياله. عمل لنا حاجه ناكلها. عيني. تفضل يا حكمت، ده نصيبك من إيراد المنحل وده نصيبك من إيراد بيع المواشي وده نصيبك من إيراد المزرعة. ما شاء الله، ده الخير جالكم مرة واحدة. والله الخير جالنا من يوم ما شفناك انت يا وش السح. ده لولاك انت ما كانش ولا واحد فينا حقق مشروعه. تعرفي احنا بقالنا سنين بنترجوا ونتمنوا نحققوا أحلامنا لكن ما كانش ممكن. وإيه اللي مناك؟ الكبير الله يرحمه كان متحكم وما كانش رايد يساعدنا واصل. لكن لما انت جيتي وتحكمتي وديتينا فرصة خليتينا نشم نفسنا. ربنا يخليك لينا يا وش السعد. ربنا يديم المعروف. دي وش سعد، دي وش بومي. ست حكمة. ايوه يا سمار. في واحد اسمه ابو لغم برا عند البوابة الكبيرة رايدي جابلك. قولي له طلعاله. حاضر يا سيدي. بالإذن يا رجال. اتفضل يا كبيرة. يا الكبيرة قال رجال آخر زمن. الحمد لله على السلامة يا أبو لغم. الله يسلمك يا كبير. طمني، سبع ولا ضبع؟ بصراحة كده قطة بسبعة أرواح. يعني إيه؟ يعني ود الهلالي لسه عايش، محاولة قتله فشلت. يعني إيه محاولة قتله فشلت؟ هو كبير على الموت ولا كبير على الموت؟ المرة دي فلت مني، لكن أوعدك المرة الجاية مش هيفلت مني أبداً. لو سيدياب علم بالموضوع ده هيزعل منيك. أنا عشانك ده خبرتك أنت وعشمان ما تخبريهوش إلا لما تجيب لكم خبره. ماشي، مش هنخبره إلا لما تجيب لنا خبره. يلا. تسلم يا كبيرة. بالإذن. إذنك معاك. المخازن قربت تفضى وعمك علام عايزك تكلم له الناس اللي بره عشان تجيب له بضاعة لحسابه. الله عشت وشفت عمي علام وعياله بتجرف السلاح. امال يا كبير، دي حالتهم اتعدلت وقشيتهم بقت معدن على الاخر. قل له دياب موافق بس على شرط هاخد 25% نسبه عموله. حقك حقك يا كبير، هو يعني اللي بيكسبوه شويه. كلامك صح، هقول له بالاذن. استنى يا طاهر، وقل له كمان يفتح حساب برا مصر عشان يقدر يحول فلوس للراجل الكبير، وقول له يحط فيه على الاقل 5 مليون دولار. يا دين النبي، 5 مليون دولار؟ هو ليه يعمل مبلغ زي ده في الفتره دي؟ ولما يفتح الحساب يديني خبر عشان اخبر الناس اللي بره يجهزوا نفسيهم. حاضر يا سيدي الناس، بالاذن. 5 مليون. يا كبير انا خايف قوي من طلب عمك علام ده، وخايف اكتر لا يكبروا عليني.
ما تقلق شيء، هو بيعمل كبير على الناس اللي جوا مصر، بيساعدوه بنقل البضاعة على الحدود، أما لو طلع برا يغرق بشبر مية. ده عمي وأنا عارفه. عارفه؟ وما أنت عارفه يا كبير، كيف هتعمله؟ كيف؟ عموما أنا قلت لك أنا مش مطمنه. قاعدين حنجربوه بالعملية دي ونشوفوه، وعلى أقل يا وهدان نكسب عمولة السمسرة، ده من ناحية، ومن الناحية التانية الناس اللي برا يعرفوا إني رجعت على السوق.